بسم الله الرحمن الرحيم. بيان محامين مصر. اولا، يستنكر المحامون المجتمعون بنقابتهم ما حدث بالامس في الاجتماع الخاص بنادي قضاة مصر في دار القضاء العالي بيت الشعب من تحديهم لكافة السلطات في الدولة بإصرارهم على تمرير مشروع القانون الخاص بهم وتمسكهم بما لا حق لهم فيه من توريث المواقع القضائية وحرمان المتفوقين من أبناء الشعب المصري في التعيين بالهيئات القضائية. ثانيا، كما يستنكر المحامون ويدين قيام السادة القضاة حراس العدالة وحماة الوطن بإهدار هذه القيم بقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية والرصاص الحي على جموع المواطنين في الشوارع المحيطة بدار القضاء العالي خارج دار القضاء العالي وترويعهم في غيبة من القانون والدستور وتلك القيم الحرة التي ينادي بها القضاء. ثالثا، يستنكر المحامون قيام نادي القضاء بتحريض النائب العام ضد المحامين والبيانات المغلوطة التي يصدرها القضاء في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ضد المحامين. ونقول وبصدق أننا لم نكن بلطجية ولن نكون، وأن الحقيقة فيما حدث أمام دار القضاء العالي وأمام جموع الشعب وأمام المواطنين أن من قام بالتعدي على المواطنين الشرفاء وجمع المحامين القليل الذي لا يتعدى 7 من المحامين واختراق السياج الأمني الذي قامت به القوات المسلحة وجهاز الشرطة، ونشكر وبكل صدق هذا التوجه المحمود للقوات المسلحة وللشرطة المصرية التي لم تطلق رصاصة واحدة، وأن قضاة مصر هم أطلقوا هذه الرصاصات رصاصا حيا ملأ سماء القاهرة كما لم يحدث إبان ثورة 25 يناير النبيلة والبيضاء. ويأسف المحامون في كل ما جاء في هذا الأمر. لذلك يصمم السادة المحامون بكل عزة وإباء وعلى اجتماع إرادتهم الحرة وجميع توجهاتهم وبإرادة محامين مصر الشرفاء وباعتبارنا وكلاء للشعب المصري وممثليه الحقيقيين. أولا، تشكيل لجنة تقصي حقائق فيما حدث بالأمس من اعتداء بإطلاق أعيرة نارية حية من القضاة على المواطنين وعلى السادة المحامين الذين تصادف وجودهم أمام دار القضاء العالي. ونقول لهم أن دار القضاء العالي هو بيت الشعب وليس بيت القضاء. ثانيا، دعوة كل السادة الزملاء المحامين على مستوى الجمهورية من أسوان لرأس التين إلى حضور جمعية عمومية طارئة غير عادية لإقرار ما يرونه لازما في مواجهة ما تم أمس من تعدي غير مسبوق. وتحدد لهذه الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2011 الساعة 9 صباحا بداية انعقاد الجمعية العمومية وحتى إصدار قرارتها في دار نقابة المحامين العامة. عاشت نقابة المحامين حرة مستقرة معبرة عن إرادة هذا الشعب.